خليكم معنا لأعرف شو هي المسكونسبشنات تبعنا اليوم على هوا راديو سوريالي. نطيت لكم من جديد أنا المستر كونسبشن على هوا راديو سوريالي، ومثل كل جمعة في إلكم جمعة مع برنامج عتيد بثلاث عناوين، ألا وهو المس كونسبشن. بحلقتنا الثالثة من شهر رمضان الفضيل مكملين بالسوفت ستايل تبع برنامجنا على أنغام جانما ستايل. أوبان كانغنام ستايل. إجا رمضان. وشو يعني رمضان؟ رمضان شهر التقوى والإيمان، هلأ هيك المفروض. بس كيف قلب رمضان لشوفت مسلسلات وتعليق على هالمسلسلات على الهوى مباشرة؟ فالله أعلم، لأنه منذ بداية ظاهرة الفيسبوك زادت مواهب شعبنا الكريم في التعليق والتحليل. وقت بلشت القصص مع الثورة السورية قلنا لحالنا القصة لها علاقة بالتعبير عن الموقف السياسي وبعدها الثقافي. بس مع بدايات الشهر الفضيل تفتقت مواهب شعبنا في التحليل والتمحيص والتمحيص والتحليل والتحليل والتمحيص. على كل حال مو هذا موضوعنا للحلقة، بس بما أنه وعدناكم أنه نخفف عيار المصطلحات السياسية خلال رمضان، رح يكون موضوع حلقتنا الحوار الوطني والوحدة الوطنية، الدراما التلفزيونية مثالا. بس بالأول خلونا نحكي شو هو الحوار الوطني، لأنه منضل نسمع هالكلمة عالطالعة والنازلة. لأ، وضف لها النظام السوري كلمة الشامل فصار اسمها الحوار الوطني الشامل. ليش؟ أنه يعني فيك بالأصل تعمل حوار وطني ما يكون شامل؟ على كل حال، الحوار الوطني هو حوار بيصير بين أبناء المجتمع عن طريق ممثلين للأحزاب وممثلين للقوى الفاعلة على الأرض، بالإضافة لبعض الشخصيات يلي بيطلق عليهم صفة شخصيات عامة من مثقفين وفنانين وصحفيين. وأكيد لازم يكون في ممثلين عن نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني ليناقشوا مجموعة من القضايا الوطنية. وممكن يكون في مؤسسة عامة شغلتها هي الشغلة، يعني وضع أسس للمواضيع يلي رح يتناقشوا فيها الجماعة بالحوار الوطني، وبتضم هالمؤسسة بين أعضاء ومشرفين عدد من المثقفين والأكاديميين. يعني هو فيكن تقولوا مثل جزيرة صغيرة بيلتقوا فيها هالناس مع بعضهم ليتناقشوا بالوطن. أما التجارب السوريين المريرة بالحوار الوطني فأودت بعدد كتير كبير من المتحاورين إما إلى التهلكة أو إلى أقبية السجون. ففضيناها حبية وبلها الحوار، يعني ألف كلمة جبان ولا كلمة حوار. وبالشهر الفضيل أرجونا أصدقائنا الممثلين في الخارج والداخل المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية بأسمى معانيها. ففجأة نسيوا الكل كل الانقسامات الفنية قبل بيان الحليبي وبعده، ونسيوا المسبات على الفضائيات، واجتمعوا بهالمسلسلات الرمضانية. هذا هو الحوار الوطني اللي نبغيه، هذا هو الحوار الشامل يلي نحن منرتضيه، أنه أصلا عادي، يعني كتير عادي جهاد سعد يطلع بنفس المشهد مع عبد الحكيم قطيفان، أصلا عادي كتير أنه تطلع مايس كاف مع أبو نور عرق سوسي بنفس المسلسل، يعني هذا المفروض. بالأخير نسيوا جماعة أهل الفن انقساماتهم، واجتمع فناني الخارج والداخل على مائدة رمضانية واحدة، مع أنه واحد من الفنانين أو الفنانات ما بقى أتذكر صرح أكثر من مرة أنه ضد الحوار، بس كان عم يمثل السنة. المهم بعد ما التموا ممثلي الخارج والداخل من المعارضة والموالاة بهالمسلسلات، صاب المواطن السوري والعربي على حد سواء شيزوفرينيا دراما سياسية. وما ممكن نفوت على أي بيت سوري وتشوفوا العيلة عم تتابع المسلسل، لأنه دائما لازم تسمعوا الحوار على الشكل الآتي. بقى بالله باسم يا خور، من حبكجي ولا معارض؟ لا رمادي. لك يا
بزماناته سمعته عم يسب على النظام. أو فينا نسمع التالي، إنه كيف قصي خولي رضيان يلعب هذا الدور؟ لك مو عيب عليه بعد كل شيء تقدم له؟ إخس. وهكذا. المشكلة الوحيدة إنه هالإجماع والاجتماع الوطني للدرامي ما صار لا تحت سقف الوطن ولا تحت سما الوطن. كل هالوحدة الوطنية تمت بأقطار شقيقة وصديقة من لبنان لمصر العريقة. إنه أصلاً عادي، يعني ما باب الحارة أخذوا الثوار، فمننقل الاستوديو على لبنان أو على دبي. وهيك تحولت الدراما السورية الممثل الشرعي والوحيد للحوار الوطني. إيه؟ عقبال جنيف. لهون منكون خلصنا هذا القسم من ميس كونسبشن. بنرجع لكم بعد شوي مع ميس كونسبشناتنا لهي الحلقة. رجعت لكم من جديد مع مسكونسبشنات، هالحلقة عن رمضان، الدراما والسياسة. ميس كونسبشن 1 سلافة وخرجي. ميس كونسبشن 2 الجزء الرابع من الولادة من الخاصرة بعد منبر الموتى، اسمه معارضة ونظام من جهنم تابع إلى الأمهام. كونسبشن 3 مين اللي عم يخلط شعبان برمضان؟ كونسبشن 4 سلافة وخرجي. كونسبشن 5 جوات كل مخرج سوري في يوسف رزق صغير، كتير صغير ما بينشاف بالعين المجردة، بس بهذا رمضان أضخم يوسف رزق كان عند سيف سبيع الشربجي. مسكونسبشن 6 شعار رمضان للمعارضة والنظام انت مو انت وانت جوعان، لك الله لا يشبعون. كونسبشن 7 كونسبشن 8 الجزء الأكبر من السوريين عطلاني عنده اجهزة التحكم عن بعد تبع الريسيفر والتلفزيون، لأنه بتلاقيهم قاعدين عم يسبوا عن المسلسل بس بيبقوا عم يحضروه، الظاهر مضطرين يتابعوا. كونسبشن 9 يلي عامل الاستنساخ تبع عابد فهد كتير شاطر. كونسبشن 10 سلافة وخرجي. لهون
منكون وصلنا لآخر حلقتنا اليوم معي أنا المستر كونسبشن، وهلأ لازم لكم باي، وبتمنى تسمعوا أغانينا وبرامجنا الرمضانية والاعتيادية على هوا راديوكون يلي هو عن جد راديو سوريالي بس منو راديو، فخليكن عم تسمعونا لنسمعكن. رمضان كريم والله أكرم. سوريالي على فكرة هذا مو راديو.